الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي سرى هذا المجلس الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من مجالس العلم ومن مجالس الخير التي ننال بها رضا الله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يسددنا وأن يفقهنا في ديننا. هذه المحاضرة ستكون إن شاء الله تعالى حول بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الفصل، فصل الشتاء، وما يعتريه من تغير الأحوال من ريح وبرد ومطر وغير ذلك من الأمور التي سنحاول أن ندندن حولها وأن نذكر فيها قولا مختصرا، لأن التطويل في مثل هذه الأمور أمر شاق وعسير، والخلاف في هذه الفروع أكثر من أن يحصر، ولذلك سيكون كلامنا إن شاء الله تعالى مختصرا قدر الإمكان، لكي يكون الكلام يعني مجتمعا في مجلس واحد، ولتعم به الفائدة إن شاء الله تعالى. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من على عباده بهذه الأمطار وبهذا الغيث الذي نفع الله به يعني الإنس والدواب وغيرها من مخلوقاته، فنسأل الله أن يجعله نافعا غير ضار، وأن ينبت به الزرع وأن يدر به الضرع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا عواقبه وآفاته. نبدأ بما يتعلق بالريح والرعد. الريح هي جند من جند الله يرسلها الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده، ويرسلها عذابا على بعض عباده كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح كان من هديه أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان إذا رأى شيئا من ذلك، إذا تخيل يعني الغمام في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه ويدخل ويخرج ويقوم ويقعد، فكانت عائشة رضي الله عنها تلاحظ ذلك، فسألته عن ذلك، فقال لها: لعله يا عائشة كما قال الله لقوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع هذه الظواهر، وكان يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، وهذا شأن المؤمن الموقن بعذاب الله سبحانه وتعالى، والموقن بأن الله سبحانه وتعالى كبير متعال وجبار ومنتقم. وأيضا من الأحكام التي تتعلق بالريح أننا نهينا عن سبها، أننا نهينا عن سبها، فجاءت أحاديث كثيرة فيها النهي عن سب الريح، بل جاء في سنن أبي داود أن رجلا لعن الريح، يعني هبت ريح فنازعته رداءه فلعنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، هي عبد مأمور مثلك، لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، إنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يتنبه له، لا يجوز أن نلعن ريحا، ولا أن نلعن مطرا، ولا أن نلعن مرضا، لأن هذه الأمور من الأمور المسخرة التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب يعودها وكانت مريضة، فقال لها: ما بك تزفزفين؟ يعني كانت ترتعد من شدة الحمى، فقالت: الحمى لا بارك الله فيها،
الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تقولي ذلك فإنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يلعن الريح ولا أن يلعن المرض، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك والمعافاة ويسأله الشفاء، هذا هدي المسلم. أما بالنسبة للرعد فقد ورد أثر عن ابن الزبير، وقد رواه الإمام مالك في الموطأ في رواية أبي مصعب أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، كان يحدث فإذا سمع الرعد ترك الحديث، فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طبعا نحن في هذه الظواهر إنما ننظر إلى كلام العلماء أصحاب الهيئة، الناس دابا كيشوفوا غير العلماء ديال الفلك والعلماء ديال الأرصاد، يقولون بأن هذا ناتج عن اصطدام بعض الطبقات والأجواء والمنخفضات وكذا، هذا تفسير علمي، لكن الذي يخفى على الناس ولا يدرك إلا بالوحي والذي هو من جملة الغيب هو ما يذكره العلماء وما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الأثر، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، الرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، والملائكة تسبح من خيفة الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني كل الكائنات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإنما لا نفقه ذلك التسبيح ولا نفهمه ولا ندركه لقصورنا ولجهلنا، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا ذلك، ولو شاء لفعل كما علم يعني بعض أنبيائه منطق الطير وآتاه من نعيمه سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالريح والرعد. أما ما يتعلق بالبرد الشديد فهناك أول مسألة وهي الوضوء، ولا شك أن الناس إذا أصابهم البرد الشديد فإنهم قد يخلون بإسباغ الوضوء، وقد أمروا به، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو إتمامه وأن يبلغ المتوضئ بوضوئه جميع الأعضاء التي أمر بغسلها. نحن أمرنا مثلا بغسل الوجه فلا بد أن نغسل الوجه كاملا، وأمرنا بغسل الأطراف أن نغسل يعني الذراعين إلى المرفقين، يعني بعض الناس قد لا يحسر لشدة يعني البرد ولأنه يلبس ثيابا ربما تكون ضيقة الأكمام وربما يؤذيه البرد، فربما حسر عن بعض ذراعه، يلا كيطلع شي شوية الذراع هكا وكي يغسلت له نوصة في بركة، فلا يصل إلى المرفق، والمرفق من أعضاء الوضوء التي يجب تعميمها بالماء، فإن كان في الوضوء نقص كان الوضوء باطلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وبقي على قدمه قدر الدرهم، يعني توضأ وبقى واحد المكان لم يصبه الماء قدر الدرهم، فقال له أعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، وأيضا كان ينادي في أصحابه فيقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب إذا لم يصبها الماء ولم تعمم بالماء في الوضوء فإن صاحبها متوعد بالنار، لأنه سيصلي بغير طهور ولا تقبل صلاته فيكون معذبا على ذلك. إذن ينبغي للإنسان أن يسبغ الوضوء. وبعض الناس أيضا يتساهل في قضية يعني الغسل، يعني الماء يعني فرق بين الغسل وبين المسح، يعني هذاك الماء ما كياخذش الماء بزاف، ربما يأخذ الماء وينفض يده ثم يمرر على ذراعه كأنه يمسح الذراع، وفرض الذراع أن يغسل، وإنما يمسح الرأس والأذنان ويمسح الخفان كما يأتي إن شاء الله تعالى، أما الوجه وأما الذراعان فلا بد من غسلهما، فلا بد أن يأخذ ماء ويغسل ذراعه. وبالمقابل فإن بعض الناس يتحرج من تسخين الماء، بعض الناس يتحرج من تسخين الماء ويريد أن يكثر أجره، لأنه قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر
المنجيات والمهلكات والكفارات وكذا وكذا، وذكر من الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره أو إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات جمع سبرة يعني وهي البرد الشديد. فهذا الفضل إنما ورد بالنسبة لمن وجد مشقة لا يستطيع رفعها. خصنا نفرقوا واش حنا في الشرع مأمورين باش نوجدوا المشقة ولا نتعمدوا نتعرضوا للمشقة، ولا أنه كاين شي مشقة في بعض العبادات فإذا تحملناها أجرنا عليها. فرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس كيكون مثلا عنده المبارد كيقول لك نتوضى بالمبارد باش يكون عندي الأجر أكثر، لا دليل على هذا. إذا استطعت أن تسخن الماء فهذا أرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج راكبا، بل طاف راكبا، وكان في عرفة راكبا، وكان يستطيع أن يمشي، ولكن ليبين لأمته جواز الركوب. إذن ماشي إحنا خصنا نتعمد المشقة باش يكون عندنا الأجر، ولكن إذا كانت العبادة يلزم من فعلها حصول المشقة، مثلا الصيام نصوم فيصيبنا الجوع والعطش، إذن الصيام ملازم لهذه المشقة لا ينفك عنها، فنحن نؤجر على الصيام. وإذا كان اليوم حارا وكان طويلا ما بين طرفيه، يعني النهار طويل بزاف، كيكون الأجر أعظم. ولكن علاش؟ لأن هذه المشقة ملازمة لتلك العبادة وملازمة لتلك الأيام، لكن ماشي إحنا نتعمدوا. يقول لك واحد الإنسان لا أنا خصني نمشي على رجلي للحج باش يكون عندي الأجر أكثر، نقول لا. ولذلك لما ذكر بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخته نذرت أن تحج ماشية، نذرت قلت لك نذرت لله أن أحج ماشية على الأقدام وألا أركب، فقال مرها فلتركب فإن الله عن تعذيبها نفسها لغني. الله غني باش حنا نعذبوا نفسنا. وهذه الشريعة في الحقيقة هي مبنية على السماحة وعلى اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على هذه السمة الغالبة على الحنيفية السمحة. إذن لا يجوز الإنسان أن يتحرج من تسخين الماء، ولا يجوز أن يتحرج من الوضوء بالماء المشمس، وهذا قد ورد عند بعض يعني الفقهاء أنهم يتحرجون من ذلك، بل رووا في ذلك حديثا يقولون بأن الوضوء بالماء المشمس يورث البرص. إذا كان الماء مثلا خلينا في السطح مثلا ولا صابته الشمس وسخن، دفا غير بالشمس وتوضينا به غادي ينوض فينا البرص، هذا لا دليل عليه لا واقعا ولا شرعا، لا واقعا ولا شرعا. فيجوز الوضوء بالماء المشمس كما يجوز الوضوء بالماء المسخن، وقد كان لبعض الصحابة قمقم يسخن فيه الماء ويغتسل، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة، يعني كان عنده واحد يعني الإناء يعني يسخن فيه الماء ويتوضأ، إذن لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا بعض الناس يتحرج من تنشيف الأعضاء، كيتوضى وما كيبغيش ينشف الأعضاء، وربما وقع هذا بسبب حديث يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل جاءته أم المؤمنين رضي الله عنها بخرقة فردها، جابت له شي خرقة هو يردها، فقالوا لا يعني يكره تنشيف الأعضاء، وهذا في الحقيقة لا كراهة فيه، لأنه ثابت أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها. وحتى هذا الحديث اللي استدلوا به يعني فيه أنها لما جاءته بالخرقة دليل على أنه كان من عادته أن يتنشف، ولكن ربما ردها لعارض آخر. ممكن إحنا مثلا فاش كيكون مثلا الصيف يعني ما كان نحتاجوش نمسحو، علاش؟ لأن إحنا أصلا محتاجين لذاك البرودة وذاك الانتعاش، يعني يحصل لنا بها الانتعاش، ما كان نحتاجوش نمسحو. لكن التنشف خصوصا في زمن البرد هذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه. هناك مسألة أخرى وهي مسألة الطين الذي يكون في الشوارع والأزقة، كيخرج الإنسان وربما يصيبه شيء من الطين، ربما مثلا عثر يعثر ويطيح مثلا ويقص هذاك يعني الطين الثوب ديالو، ولا يكون مسبل، وهذه طبعا معصية لا يجوز للإنسان أن يسبل، يكون الجلابة ديالو مجرورة في الأرض كهيئة النساء. فالأصل في المسلم أن يشمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المسلم إلى نصف الساق، المقصود إذا أصابه شيء من هذا الطين
فلا حرج في ذلك، والأصل في الماء أنه طاهر والتراب طاهر، فإذا اختلطا فما تكون منهما فهو طاهر، طين طاهر. فالأصل في الطين الذي يكون في الشوارع الطهارة، فلا يلزم غسل ذلك إلا على سبيل التنظيف. إنسان كيبغي يتزين ويتجمل الصلاة، لكن لو كان يشق عليه أو كان خرج إلى المسجد ويصعب عليه أن يرجع وأن يزيل يعني تلك الأوساخ التي يعني علقت بثوبه فلا حرج. المقصود أن الصلاة صحيحة وأن ذلك ليس بنجس إلا إذا تيقن النجاسة، فهذا كلام آخر. ومثل ذلك الماء الذي يكون في الميازيب، كيكون الماء مثلا نازل من السقف ودايرين الناس دوك القوادس والماسورات وكينزل الماء، فكيبقى يتحرج كيقول هذا الماء واش هاد الناس كانوا يشطبوا مثلا وكانوا وذاك الماء مخلط بشي نجاسة، وكيبقى يوقع عليه الوسواس، وربما طرق على الناس بابهم كيقول لهم واش هذاك الماء واش ما فيه شي بول ولا فيه شي حاجة باش نشوف اش ندير. هذا من التكلف الذي نهينا عنه، نحن براء من التكلف، وهذا قد يورث الوساوس. فالأصل في هذه الطهار إلا إذا تيقن نجاستها، فحينئذ ينبغي أن يغسل ثوبه وما أصاب بدنه من ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد كما في أحاديث يعني بيان ليلة القدر أنه أري وهو يسجد في ماء وطين، كان يسجد في ماء وطين، هذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت عن عدد من التابعين أنهم كانوا يخوضون في الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون. بالنسبة للتيمم، التيمم أيضا رخصة لمن عجز عن استعمال الماء. طبعا في الحالات العامة قد يعجز الإنسان عن استعمال الماء لمرض مثلا أو لفقد ماء، ما كاينش الماء ولا هو مريض، هل ما موجود ولكن ما قدرش يستعمله، الماء موجود وما قدرش يستعمله. ولكن نتكلم الآن عما يتعلق بهذا الفصل الذي هو فصل الشتاء، يعني قد يكون الماء موجودا والرجل بصحة جيدة لكنه لا يستطيع الوضوء أو الاغتسال لشدة البرد، وليس عنده من الأمور التي يسخن بها الماء، ما عنده باش يسخن الماء، ولا مثلا ما عندهش حمام اللي يمكن يدخل ويكون دافي ويسخنه كذا، ما عندهش، كاين الناس هكذا ما عندهمش هذه الأمور هذه، فماذا يفعلون؟ لا شك أن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى وصدقة تصدق الله بها علينا. فمن عجز عن تسخين الماء أو كان يغلب على ظنه أنه لو اغتسل في هذه الأجواء فإنه يصاب بمرض، فإنه ينتقل إلى التيمم ولا حرج عليه في ذلك. فالتيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وصفة التيمم يعني فيها خلاف بين العلماء، والصحيح فيها كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنها ضربة واحدة للوجه والكفين. الآن مشهور عند بعض الفقهاء منهم من يقول الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليدين، ومنهم من يقول بالمسح إلى يعني الذراعين، ومنهم من يقول المسح إلى الآباط، هذا قول أيضا يقال، يعني كين هذه الأقوال مختلفة، ولكن الصحيح هو هذا القول الذي ذكرت لكم لأنه جاء في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمار بن ياسر قال له إنما يكفيك أن تضرب الأرض بكفيك وتنفخ فيهما ثم تمسح وجهك وكفيك. إذن شنو هو التيمم؟ ضرب بيدك وتمسح الوجه وتمسح الكفين، تمسح ظاهرة اليمنى باليسرى وتمسح ظاهرة اليسرى باليمنى هكذا. لكن بعض الناس كيبقى يدير هكذا ويدير كأنه يعني يستعمل الماء، ومن الناس من يفعل هكذا ويفعل هكذا ويخلل بين أصابعه ما لا يفعله في الوضوء، ربما لا توضى ما كيديرش التخليل، كيقول لك هذا الشيء راه فيه تشدد، ولكن في التيمم كتلقاه كيحافظ على هذا الشيء بواحد الشكل غريب جدا. وربما يعني إذا تيمم وذهب إلى المسجد لا يصلي بذلك التيمم إلا صلاة واحدة، وهذه أقوال كلها للفقهاء ولا دليل عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التيمم هو بدل من الوضوء، والبدل يقوم مقام المبدل منه في كل شيء. البدل
يقوم مقام المبدل منه في كل شيء، لأنه حل خالف عليه. إذا لم تستطع الوضوء فإنك تتيمم. إذن أشنا هي المبطلات ديال التيمم؟ هي عينها مبطلات الوضوء، هي عينها مبطلات الوضوء، ويزيد بمبطل واحد. شنا هو؟ هو وجود الماء. ما يعطيكم الصحة، هو وجود الماء. كنقولوا إلى حضر الماء بطل التيمم. إذن هناك ناقض واحد يزيد به التيمم على الوضوء، اللي هو وجود الماء أو القدرة على استعماله. يعني مثلا إنسان تيمم لأنه فاقد للماء، من اللي كيلقى الماء ما بقي تيمم، صلا بدأ يتوضأ. كان مريض ثم شفي، امرأ خصو لابد يتوضأ، فليتق الله وليمسه بشرته. كان البرد هو يسخن الحال ما بقى تيمم، خصو لابد يتوضأ، وهكذا. إذن ليس هناك دليل على تجديد التيمم. كاين الناس الآن عندهم تفاصيل، كيمشي مثلا المسجد ويتيمم، وكيصلي تحية المسجد وكيخلي هذيك الحجيرة حداه. إلا جا شي واحد كيقول لي عافاك تيمم بها وردها، ملي كتقام الصلاة عاد عاود ثاني كيعاود، كتلقاه كيعاود. علاش؟ ما الذي حدث؟ هل انتقض وضوءه؟ ما انتقض. هل انتقض تيممه؟ ما انتقض. إذن هذا لا دليل عليه من السنة، وإنما هو كلام لبعض الفقهاء لا ينتهض يعني من حيث الاستدلال. والتيمم طبعا يكون بما صعد على وجه الأرض، فيصح بالحجر ويصح بالتراب ويصح بالرمل ويصح على الجدار وعلى كل شيء. إذن كل ما صعد على الأرض وكان طاهرا فالتيمم به جائز. يعني بعض العلماء يخصونه بالتراب، كالشافعية مثلا كيقول لك التراب فقط، كيقول لك حتى هذا الحجر راه ما دايرش. وهذا كله من التشديد الذي لا دليل عليه، لأن خصنا نعرفوا بأن هذه الأمور هي رخص، والأصل في الرخصة أنها للتيسير. الأصل في الرخصة أنها للتيسير. وقد كانت يعني جزيرة العرب فيها الرمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في تبوك يعني قطع يعني مفاوز كثيرة، والغالب على تلك الأرض أنها رملية. فاللي كيقول التراب رخص، كيف دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم ينقل أنه حمل معه من تراب المدينة شيئا، وإنما كان يتيمم بالرمل. إذن الصحيح أن التيمم بالصعيد الطيب الطاهر لا بأس به، سواء كان من تراب أو رمل أو أرض سابخة اللي فيها الملوحة أو غير ذلك، فكل ذلك جائز إن شاء الله. هناك مسألة أخرى، وهي المسح على الخفين والجوربين. طبعا المسح على الخفين هذا أمر معروف ومتفق عليه بين جماهير العلماء، بل صار مشتهرا كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عد شعارا لأهل السنة، حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. الذين ينكرون المسح على الخفين هم أهل البدع، كالرافضة والخوارج. الروافض لا يمسحون على الخفاف، وكذلك الخوارج لا يرون المسح على الخفاف. وهؤلاء طبعا لا يعتد بكلامهم، سواء وافقوا أو خالفوا لا يعتد بكلامهم. لكن أهل السنة مجمعون على جواز المسح على الخفين، حتى عد ذلك شعارا لهم، حتى ذكروا في العقائد. يعني الطحاوي رحمه الله يذكر ذلك في العقيدة. طيب اش علاقة هذا بالعقيدة؟ العقيدة اللي كيتذكر فيها الأمور ديال الغيبيات وصفات الله وأسماء الله والنبوات والقدر والمشيئة والإرادة وكذا، ومع ذلك يذكر فيها المسح على الخفين. علاش؟ لأنها ارتبطت بعقيدة باطلة. الذين ينكرون هذه يعني الرخصة هم من أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في هذا الأمر. طيب نأتي إلى المسألة الأهم، وهي قضية المسح على الجوربين، لأنها هي المسألة العملية التي نحتاجها في هذه الأيام، وهي التي كثر فيها النقاش وكثر فيها الخلاف. يعني الناس كيقول لك لا، المسح على الخفين طبعا كاين وثابتة فيه النصوص وكذا، ولكن المسح على الجوربين هادو اللي كاينين الآن، هادو التقاشر اللي كاينين دابا ما كاين عليه دليل، ولا يجوز المسح على الجوربين. نقول: ما هو الجورب؟ بداية لابد أن نتعرف على الجورب. واش هذا الجورب كان معروف ولا أنه حادث؟ واش ما كانش معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تعرف الخفاف، أم كان الجورب معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن الجورب كان معروفا، بل ثبتت الأحاديث في ذلك، وإن كان في تصحيحها، لأن اللي كيمنعوك ضعفوا هذه الأحاديث. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين، مسح على الخفين ومسح على الجوربين. بل جاء في السنن أيضا أنه أمر الصحابة لما شكوا له شدة البرد أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يعني العصائب التي تعصب بها الرؤوس سواء كانت عمامة أو غيرها، والتساخين هي ما يلبس في القدم طلبا للدفء، هذه التساخين. إذن قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: الجورب يعني غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء، من صوف يتخذ للدفء كما في تاج العروس. وفي التوضيح للحطاب المالكي، هذا طبعا من العلماء المالكية، قال: الجوارب ما كان على شكل الخف، ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك. احنا علاش كنقولوا هادشي؟ لأن الناس كيشترطوا باش يكون الخف من الجلد، كيوضعوا هاد الشرط، كيقول لابد من هذا الشرط حتى يصح المسح، فإن لم يكن الخف من الجلد فلا مسح حينئذ، والمسح باطل والطهارة غير تامة. وهكذا إذن نقول بأن الجوارب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا الحديث يصحح كثير من العلماء، وأيضا هؤلاء يعني علماء اللغة وعلماء الفقه من شتى المذاهب يذكرون الجورب وتعريفه. وأيضا في عند الحنابلة كما في الروض المربع للبهوتي يقول: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. شنو هو الجورب؟ ما يلبس في الرجل على هيئة الخف، يعني كيشبه الخف ولكن من غير الجلد. وفي غريب الحديث لابن الجوزي فذكر حديث ثوبان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة أن يمسحوا على التساخين، قال أبو عبيد: هي الجوارب. تساخين قال أبو عبيد: هي الجوارب. وفي غريب الحديث للخطابي قال بعضهم: التساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك. وأنا إنما نقلت هذا وأطلت فيه شيئا لأني سمعت من يقول بأن التساخين هي نفسها الخفاف، يعني كاين الناس اللي كيتكلموا كيقول لك لا التساخين هي الخفاف ماشي هي الجوارب، وهذا لا يعرفه أهل اللغة. سائر أهل اللغة يقولون التساخين جمع تسخان وهو الخف، فعاد الأمر إلى البداية. فنقول بأن أهل اللغة يعرفون أيضا هذا، يعرفون أيضا أن التساخين هي الجوارب. طبعا وقع بينهم خلاف، ولكن الذي يهمنا أنه من العلماء من قال بأن التساخين هي الجوارب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام: فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود. شنو هو الفرق؟ في المادة، هذا مصنوع من الجلد وهذا مصنوع من الصوف. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، غير مؤثر في الشريعة، يعني الأحكام التي تتعلق بهذا أيضا تتعلق بهذا. فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه. لا فرق، لو أن إنسان أحرم في إزار ورداء بلون السواد أو غيره من الألوان، هل يصح إحرامه؟ نعم يصح باتفاق، ولا يعني يبطل أحد حج هذا الذي أحرم في إزار ورداء في لون السواد، ولكن يستحب أن يكون في لون البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، يعني اللبس البياض مستحب، ولكن لا زال الناس يلبسون سائر الألوان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له حلل، كان يلبس غير البياض من الثياب كما هو معروف في شمائله. إذن شوف الشيخ الإسلام ماذا يقول، قال: وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. أيش الفرق؟ هو أن هذا كيصبر على هذا، هذا دغيا كيتقطع وهذا كيصبر. غايته أن الجلد أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له
لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا أي على الجورب كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، حال بحال، كما كيحتاج الناس يمسحوا الخف كيحتاجوا أيضا يمسحوا على الجورب. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين. إذا كانت الحكمة والحاجة إلى المسح في هذا في الصوف وفي الجلد سواء، إذن إلا فرقنا بينهما، ما درنا؟ فرقنا بين المتماثلين. وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به من كتبه وأرسل به رسوله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، تأتي مسألة أخرى. هناك من يفرق بين الجورب الرقيق والجورب الغليظ، كيقول لك لابد خص الجورب يكون غليظ، بل يشترطون شروطا أخرى، يقول لك لابد أن يستطيع المشي فيه، خصو يتابع المشي فيه، خصو يلبس هذاك القشر ويبقى غادي فيهم واحد مدة، كل واحد اش كيقدر مسافة، كلها ليس عليها دليل من الشرع. يقول النووي رحمه الله: وحكى أصحابنا، أصحابه هم الشوافع، وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. إذن الشوافع حكوا هذا القول عن أبي يوسف وهو يعقوب صاحب أبي حنيفة، وأيضا عن محمد وهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أيضا، الذي خالفه في مسائل كثيرة ووافق مالكا رحمه الله في كثير من الأمور، وله موطأ معروف. وأيضا إسحاق بن راهوي، وكان له مذهب مشهور لكنه لم يستمر وانقرض مذهبه. وأيضا داود، وهو داود بن علي الظاهري، يعني مؤسس مذهب الظاهر. إذن هؤلاء كلهم يعني حكي عنهم هذا القول أنهم لا يفرقون بين الجورب الغليظ ولا الجورب الرقيق. لأننا لرجعنا للمسألة وقلنا بأن هذه القضية رخصة، فالرخصة مقتضاها التيسير، يعني دائما حفظوا هذه القاعدة، قضية الرخصة مبنية على التيسير. إذا بقينا كنوضعوا الشروط ما بقت رخصة، يعني صارت عزيمة، صارت عزيمة. يعني أي واحد نقول بلاتي اش لابس أنت، شوف هذاك الشيء، لا لا رقيق هذاك، لا ما دايرش. سيأتي قضية الخرق أيضا، يعني بعض الناس يعني كيقول لك يعني الخف إذا كان مخرقا، يعني كيكون في واحد ثقب وكيبقاو يحددوا إذا كان فيه جوج أصابع ولا ثلاثة أصابع ولا شوية ربع القدم كذا، ما الدليل على ذلك؟ لا دليل، إنما هي اجتهادات لبعض الفقهاء. فيجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، يعني ما دمنا كنسميه خف، ما دمنا كنسميه جورب، من اللي باقي كنسميه هادو تقاشر، صافي راه يجوز المسح عليهم. وقد صح عن الثوري عن سفيان رحمه الله أنه قال لمن سأله عن ذلك، قال: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، يعني لا تتقب من هنا ومن هنا ومن هنا، غير ما كيطيحش راه باقي واقف شد في الرجل، وكتحرك به وراه باقي شد في الرجل، امسح عليهما، امسح عليهما ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ كي كانت الخفاف ديال الأنصار والمهاجرين، خصوصا المهاجرين اللي كانوا فقراء وتركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الفقر قد عضهم بنابه، ولا يستطيع أحد منهم أن يمتلك خفافا يعني سالمة من الخرق. الخفاف ديالهم كانت مخرقة مشققة مرقعة. والآن حتى الناس اللي هما متوسطي الحال يعني ممكن يرد البال الجلابة ويرد البال السراويل يرد البال كذا، ولكن غير كيحيد الصباط كتلقى على الأقل واحد الصباع خارج على الأقل. فهل يعني يلزم الإنسان أن يغير هذه الجوارب يعني كل مرة؟ يعني غير من اللي تتقب شوية خصك تبدلها، هذا يعني تكليف يعني بشيء فوق الطاقة. وإنما الخرق لا يمنع، ولو كان الخرق مانعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، رهيبين يقول لك لا تمسحوا على هذه، ولكن بشرط ما يكونش فيها كذا. إذن هذه كلها أمور إنما جاءت من يعني بعض الفقهاء وليس عليها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأتي إلى الشروط التي هي صحيحة وموافقة للأدلة. الشرط في قضية المسح شنو هو؟ هو قضية التوقيت. التوقيت
فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. يعني المقيم عنده 24 ساعة والمسافر عنده 72 ساعة يمسح على خفيه أو على جوربيه في هذه المدة. إذن هذا التوقيت هذا ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال وغيره من الصحابة. واختلفوا متى يبدأ المسح، هل يبدأ من أول لبس الخف أم من أول حدث أم من أول مسح. مثلا واحد الإنسان يعني لبس الخف دياله بعد الصبح، مثلا توضى وغسل رجليه في الصبح ولبس الخفين مثلا مع صلاة الصبح، لبس الخفين دياله ثم صلى وقعد يذكر الله وكذا وكذا، ومثلا في 9 أو 10 انتقض وضوءه، أحدث في 10 مثلا، ثم توضأ في 12، بقي الظهر واحد نصف ساعة ويتوضأ وهو يمسح الخفين، يردوا معي البال، لبسهم في الصبح ووقع له انتقاض الوضوء في 10 وتوضأ ومسح في 12. إذن متى يبدأ العد؟ يبدأ من المسح، يبدأ من المسح. وهذه الأقوال كلها قال بها الفقهاء ولكن لا دليل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالمسح ولم يعلقه بالحدث ولا باللبس، لم يعلقه بالحدث ولم يعلقه يعني اللبس، وإنما علقه بالمسح. يمسح يوما وليلة، يمسح يوما وليلة. إذن هذا اللي يمسح في 12 يستمر على ذلك إلى ساعته من الليلة الأخرى، يعني حتى قبل من هذه 12 ولو بدقائق يتوضأ ويمسح، ولكن لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. وهذا قد ذكر فيه عمر رضي الله عنه، وعمر ممن روى أحاديث المسح، قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وسيدنا عمر رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح، ولا شك أن الراوي أدرى بما روى، لأن الفقهاء ما كانوا يأخذوا الكلام هكا جف، وإنما كانوا يأخذونه بفقهه. الصحابة من كيسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة، ماشي كيسمعوا الألفاظ المجردة كما قال يعني من يعيب يعني المحدثين، زوامل أسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير. تين كيقول لك هاد الناس راه غير كيرويو ما عندهم والو، غير بحال هذوك يعني البعران، بحال هذوك الجمال اللي هازين الكتب ما عارفين شنو فيها، واش فيها الصحيح ولا الضعيف ولا هذا يعني عيب للمحدثين. وإنما كان المحدثون يأخذون الحديث مع فقهه، فإذا أشكل عليهم شيء سألوا، وهذا يعني سنة متبعة، كما كانوا الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفقه ديال الحديث، كذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة، كذلك أتباعهم كانوا يسألونهم الأئمة، وهكذا حتى يومنا هذا. ما ظهر هذا الأمر إلا عند يعني انحطاط العلم وظهور الجهل، لولا الإنسان كياخذ داك الشيء يقول لك تسليم، لا، نأخذ العلم بدليله بفقهه، مش غير التقليد المجرد. هذا من المحدثات في الدين التي في الحقيقة جنت جناية عظيمة على الفقه، وجنت جناية عظيمة على السنة. بعض العلماء ذهبوا إلى عدم اعتبار التوقيت، وهذا قول مروي عند بعض المالكية، كيقول لك أصلا التوقيت ما كاينش كاع، يعني يمسح على خفيه ما شاء، ما اعتبروا كاع التوقيت، يعني لم تصح عندهم هذا الأحد. وهذا القول يعني ضعيف جدا، وإنما نحكيه لأنه قد يجده بعض طلبة العلم في بعض كتب الفقه ويغتر به. إذن هذا القول هذا ضعيف جدا، ولذلك رده العلماء، حتى ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد رده، قال والواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل، حتى يجمع على المسح، ولم يجمع فوق 3 للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. وقد اختلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد الصلوات، والذي ذكرت لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك، وبالله التوفيق. هذا كلامه يعني لابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد. الشرط الثاني، إذن الشروط الصحيحة هي أن يراعي المدة، والشرط الثاني أن يلبس الخفين على طهارة، أن يلبس الخفين على طهارة.
ونقصد بالطهارة هنا الطهارة الأصلية المائية، لأن الطهارة الحقيقية والأصلية والمائية هي المعتبر، أما الطهارة الأخرى فلا تعتبر في هذا المقام ديال لبس الخفين كما يأتي. لكن اختلفوا إذا غسل، وهذه دقيقة يذكرها العلماء، إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها في الجورب، هل يكون المسح صحيحا أم أنه يجب عليه أن يلبس الجوربين بعد أن يغسل كلتا رجليه؟ يعني لكن كيتوضوا، هذا يقع، بعض الناس كنشوفهم كيتوضوا ويالله كيغسل الرجل اليمنى وكيلبس لها التقشيرة ديالها، عاد كيغسل الرجل اليسرى وكيلبس لها التقشيرة ديالها، واش هذا المسح صحيح؟ واش هذا الغسل يعني لهذه الطريقة صحيحة ويعد يعني مدخلا لرجليه طاهرتين في الخفين أم لا؟ يعني لا غادي يمسح، واش غادي يمسح اليوم ولا ما يمسحش اليوم؟ كثير من العلماء قالوا لا يجزئه المسح في هذه الحال، علاش؟ لأنه لم يدخلهما طاهرتين، لأنه بقي ما موضش، حيت من اللي غسل واحد الرجل واش يمكن يصلي؟ ما يصليش، إذا بقي ما موضش، من اللي لبس الخف الأول بقي ما موضش، إذا طهارته غير تامة، والشرط أنه يلبس الخفين معا بعد ذلك يصح أن يمسح عليهم، وهذا قول مالك رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن جمهور العلماء على هذا، وهذا هو الأحوط، أن يلبس الخفين معا ثم بعد ذلك يجوز له أن يمسح عليهما. أما صفة المسح، يعني كيف يمسح، كدير الصفة، هنا أيضا خلاف طويل، يعني بعض الناس يمسح بكلتا يديه، يمسح أسفل الخف وأعلاه، كيدير هكا ويبقى يمسح، وبعضهم كيبقى يطول طالع مع الساق، وهذا كله لا دليل عليه في السنة، وإنما السنة أتت بالمسح على ظاهر الخف، على أعلى الخف، هذه هي السنة. ولذلك انظروا إلى فقه علي رضي الله عنه، كان يقول لو كان الدين بالرأي، باش نعرفوا بأن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنقل بالنص بالدليل من الكتاب والسنة، بهذا يؤخذ الدين ولا يؤخذ بالآراء ولا بالاجتهادات، إذا خالفت الأدلة، الاجتهاد إنما يصار إليه عند فقد الأدلة، وهذه مسألة أصولية معروفة، حتى واحد العبارة مشتهرة عند الناس كيقول لا اجتهاد مع النص، النص موجود وأنا نجتهد كيف؟ يعني وقتاش كيجتهدوا العلماء؟ أنا أقصد العلماء بحق اللي هم أهل الاجتهاد واستكملوا آلات الاجتهاد، لا يجتهدون إلا إذا عدموا النص، ده ما كيكونش النصوص، لكن من كتكون النصوص صريحة وصحيحة ومفيدة للمعنى المراد لا يحتاجون إلى الاجتهاد، يقولون بموجبها ويقولون بظاهرها. إذن اش كيقول سيدنا علي؟ لو كان الدين بالرأي، كون كان الدين غير بالتخمين وبالاجتهاد وبالآراء لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. كون أنا بغيت نفكر بعقلي غادي نقول إيوا راه كيبان لي أنا لتحت هو اللي خصو يتمسح، لأنه هو اللي كيكون لتحت وكي يمكن يتوساخ ويمكن يلامس النجاسات وكذا، هو اللي خصو يتمسح. واش كيقول؟ لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، انتهى الكلام. ملي شفت النبي صلى الله عليه وسلم كيمسح على ظاهر الخف صافي أنا ما بقاش عندي هذا القد، لأن المقصود هو هو دليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينبغي أن يتبعه، هو صاحب الشريعة. طيب هنا مسألة، هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟ واحد الإنسان لبس جوربين مثلا ودخل في الليل كمل صلاة العشاء ودخل في الليل وبغى يصلي، ما يصلي نوافل، بغى يقوم الليل مثلا، هو يحيد الجوربين، واش هذا النزع هذا ينتقض به الوضوء أم لا زال على وضوئه؟ الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء، لأنه لا دليل على النقض، لأن طهارته باقية، وقلنا بأن قضية النواقض هي محصورة ولا بد فيها من دليل. من كان جيوا النواقض الوضوء واش يمكن نقضه بأي حاجة؟ نواقض الوضوء محصورة عند العلماء، كي يقول لك راه البول الغائط إخراج الريح النوم الثقيل يعني كذا كذا، حتى قضية ملامسة لمس المرأة مثلا هذا ليس ناقض على الصحيح وإن قال به الشافعية مثلا، علاش؟ لأنك يقول لك راه نواقض الوضوء ومبطلات يعني الصلاة وكذا وكذا، هذه مسألة صعيبة جدا، ومبطلات الحج
راه ماشي غير تجي وتبطل العبادة ديال الناس، فلا بد لك من دليل صريح على إبطال عبادة الناس، وإلا فالأصل بقاء العبادة وصحتها. إذن هذا الإنسان هذا توضى أمسح الخفين، ها هو مضي، لا دليل على أنه ينتقض وضوءه بالمسح، بل العلماء ضربوا مثالا يعني في الحقيقة صحيحا وقياسا يعني واضحا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال إن الرجل مثلا لو أنه توضأ ومسح على رأسه ثم قصد الحلاق وحلق شعره، هل ينتقض وضوءه؟ يعني هذاك الشعر اللي مسح عليه راه مشى راه شطبوا الحلاق مشى، غنقول لك خصك تعاود وتمسح على ديك الصلعه ديالك؟ لا يلزمه ذلك، هو باق على طهارته. اذا نزع الممسوح عليه لا ينقض الطهار، لا ينقض الطهار. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه ثم خلعهما فصلى، مسح على نعليه ثم خلعهما حيدهم فصلى، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن البصري وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي. إذن هذا قول يعني معروف عند الفقهاء. طيب، هنا مسألة لصيقة بهذه، من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لبسه، يعني هو توضأ ومسح على الجوارب دياله، هو يحيدهم عاود لبسهم، هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ لا يجوز له بعد ذلك أن يمسح عليهما، من اللي كيلبسهم مرة ثانية وينتقد الوضوء دياله خاصه لابد يحيدهم ويغسل رجليه. لماذا؟ لأنه ما أدخلهما طاهرتين، والطهارة هنا طهارة بدلية، طهارة ترابية وليست طهارة أصلية طهارة مائية. فالمقصود أنه أدخلتهما طاهرتين خص تكون طهارة الأصلية، لكن إلا حيدهم بعد ما مسح عليهم عاود لبسهم فإنه أدخلهما غير طاهرتين، فلا يجوز له المسح حينئذ. أيضا هناك فروع كثيرة، مثلا لو لبس جوربا فوق جورب، لبس الجورب الأول ثم لبس فوقه جوربا آخر، إذا كان هذا قبل أن ينتقض الوضوء فلا إشكال في المسح عليه، وهو بمنزلة الجورب الواحد الثخين، لبس واحد الجورب في الأول وباقي عاود ثاني قال لا هذا الجورب كيبان لي رقيق شوية وغادي يكون البرد اليوم، أنا نزيد واحد آخر باقي ما انتقض الوضوء، هذا لا حرج، بحال لبسهم فوق واحد ولا بيناتهم واحد الفصل لا بأس بذلك. لكن إذا لبس الثاني على غير طاعة على غير طهارة فلا يجوز له المسح عليه، يعني لبس الأول وانتقد الوضوء دياله ثم لبس الثاني فلا يجوز له أن يمسح على الثاني، بل إذا أراد أن يتوضأ فعليه أن ينزع الثاني ويمسح على الأول، لأن الأول لبسه على طهارة أصلية والثاني ليس كذلك. طيب، مسألة أخرى، هل انقضاء مدة المسح يبطل الوضوء؟ انقضاء مدة المسح، نقوم على المثال اللي ضربنا آنفا، واحد مسح مع 12، مسح مع 12 باش تفضل الظهر ومسح مع 12، في اليوم الموالي توضأ ومسح في يعني الحادي عشرة مثلا، مسح في الحادي عشرة، واش إلا وصلت 12 انتقد الوضوء ديالو؟ لا، قضية المسح لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، لا احنا كنهضروا على الوضوء، يعني من الفقهاء من قال ينتقد، علاش؟ لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن اليوم والليلة هو مدة يعني المسح وهي مدة الطهارة، وأن الطهارة هذاك الحد ديالها، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما الطهارة باقية. أش اللي ممنوع؟ ممنوع هو تمسح من مورا المدة، ولكن الإنسان توضأ ومسح قبل ما تكمل المدة فهو على طهارة، يمكن يصلي الظهر ويصلي العصر يشد الوضوء ويصلي المغرب والعشاء. لأن علاش؟ لأنه ما بعض الفقهاء كيقولوا خمسة ديال الصلوات، فيمكن أن يصلي سبعة فروض مثلا، يمكن يصلي سبعة ديال الفروض أو أكثر إذا لم ينتقد وضوءه. غير شنو المشكل عنده؟ هو ما بقيش يمسح بعد انتهاء المدة، لكن لو مسح قبل انقضاء المدة ولو بدقائق فإنه على طهارة ويصلي ما شاء وما استطاع.
وطبعا هذه المسألة فيها خلاف، يعني كاين من الفقهاء اللي كيقول لك لا راه غير كتكمل المدة يبطل ولا دليل على ذلك، من الفقهاء كيقول لا ملي تكمل المدة خصو يغسل غير رجليه، يغسل غير رجليه بوحدهم وراه تمت طهارته، ومنهم من يقول لا شيء عليه وطهارته باقية، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل، لأن الطهارة لا ينقضها إلا الحدث. إذا شنو نقولوا خصنا من نواقض الوضوء انقضاء المدة؟ لا، قلنا بأن قضية النواقض معدودة ومحصورة عند العلماء، وكل من ادعى ناقضا فعليه أن يأتي بالدليل من الشرع. مسألة أخرى تتعلق بالأذان. الأذان صح في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يعني واحد الليلة كان فيها الشتاء، وقال له إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة هي أجوا تصلوا، لا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم، من تكون الشتاء كثيرة ما تقولش حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك. وشوف دابا سبحان الله، دابا هذا في عهد سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك هذه الأمور من كتكون يعني ماشي متداولة بواحد الشكل كبير، وشي ناس ربما عمرهم سمعوها استنكروا، قالوا لا اش هذا، اش كيقول هذا المؤذن هذا، صلوا في رحالكم، اش كيقول، حنا كنتسناو يقول حي على الصلاة ويقول لنا صلوا في بيوتكم، استنكروا ذلك. فسألوا ابن عباس قال فعله من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ثابت في البخاري ومسلم، أيضا في حديث آخر مع النافع قال أذن ابن عمر ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. إذن إلا كان الحرج، وطبعا هذه الأحكام اللي كنقولوا يعني العلماء كيقولوا هي ماشي مرتبطة فقط بالمطر، وإنما تتعلق بجميع الأحوال التي فيها شدة ومشقة. مثلا كيقول لك إلا كان شي ريح عاصف ولا شي برد شديد، شي برد ما يقدرش الإنسان يخرج كاع من يحل الباب يشقق الباب، شي برد كثير مثلا هذا يعني حرج، فيجوز أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وشوف قضية المسائل، لأن احنا كنقولوا الرخصة مبنية على التسهيل، والناس دابا سبحان الله أشربوا حب التشديد، والغريب أنهم يشددون في أمور جاءت الشريعة بالتسهيل فيها، ويتساهلون في أمور شددت فيها الشريعة، ولله العجب. يعني شيء أمور للشريعة فتحت فيها الباب وجعلتها من قبيل الرخص ومن قبيل الرحمة، كيقول لك لا أنا بغيت هذيك اللي شديدة، والأمور اللي فيها مثلا حدود وفيها أعراض وفيها كذا كيقول لك واه اللي كترتوا فيه، وكيتساهلوا فيها ويفتحون الباب على مصراعه. وهذا من أغرب ما يمكن أن يسمع في هذه الأزمان. عن أسامة بن عمير قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا. أنا هذا الحديث جبته علاش باش نشوف هذه اللفظة. هذه جا شي شتاء، ماشي شي شتاء كثيرة، لأن بعض الفقهاء كيقيدوك يقول لك حتى تكون السماء منهلة والأرض مبتلة، عادي يمكن يجمعوا الناس وعادي يمكن يصلوا في بيوتهم. يعني أصابهم مطر لم تبتل منه أسافل النعال، يعني ماشي النعال من الفوق غير التحت، تداك النعل اللي فيه واحد سنتيم ولا ما كاملش ما فزكش بزاف، يعني هذا كناية على المطر أنه كان قليلا. يعني أصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. هذا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي من بعد، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى مناديه صلوا في رحالكم. وطبعا هذه رخصة، هذه رخصة، وهذا إنما نتكلم فيه نظريا، لأن الفقه ينبغي أن يدرس بهذه الطريقة. لأن الآن غادي تقول لي واش يمكن نسمعوا شي مؤذن يقول هذا الشيء؟ ما غاديش تسمعوا، لا يمكن أن تسمع المؤذن، لأن المؤذن الآن يعني عنده شروط وعنده أمور لا يمكن أن ينفك عنها. ولكن إحنا إنما نتعلم الفقه الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أسلافنا يعني في العصور الزاهرة. فالمقصود أنه والعلماء يقولوا لو أن المؤذن لم يقول هذا، ولن يقوله طبعا في هذه الأزمان، لكنها رخصة. المسلم من يشوف الشتاء كثيرة ولا البرد كثير ولا يعني الريح قوية ويشق عليه الذهاب، فيجوز له أن يتخلف عن الجماعة، يجوز أن يتخلف
عن الجماعة وإن لم يسمع الإمام يقول المؤذن يقول صلوا في رحالكم. طيب تأتي مسألة أخرى وهي الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين من أجل المطر. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. إذن هذا الجمع، هذا اللي جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه خوف ما كان فيه مطر. هذا إيش كيفهم منه الإنسان المتبصر الذي يتأمل في الحديث؟ هو أن الجمع في المطر والجمع في الخوف هذا كان معروفا ومعهودا ولا يختلف الناس حوله. ومما يبين هذا أيضا أن في حديث آخر في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الشقيق قال خطبنا ابن عباس بالبصرة، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان قد سكن البصرة وخطب الناس بعد صلاة العصر حتى غربت الشمس. غربت الشمس والناس يعني كيعرفوا بأن المغرب من كتودر كيقول لك راه الوقت ديال المغرب ضيق، خص يبادرون بصلاة المغرب، يبادرون. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كيوخرش صلاة المغرب، هذا العادة ديالو الأصلية. بل كان يقول الصحابي كنا ننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، يعني كان يصلي بمجرد وجوب الشمس، غير من تغرب الشمس مباشرة يغيب قرصها يصلي المغرب. وكيخرجوا الناس مثلا كيرمي بهذاك السهم ديالو وكيمشي واحد المسافة بعيدة وكيشوفوا فين طاح. علاش؟ لأن باقي الضو شوية، باقي الضو، يعني هذا دليل على أنه كان كيصليوا المغرب بكري. إذن في هذه الحالة ابن عباس رضي الله عنه يخطب وغربت الشمس وبدت النجوم وخار المغرب، بنت يعني غابت الشمس وبقوا النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، كأنهم يظنون أن ابن عباس وهم أو نسي، كيقول راه الصلاة خرجت لهم من باله، هو مشتغل بالخطبة وبتذكير الناس وربما ما انتبهش للصلاة، كيقول لها الصلاة. فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، يعني هما كيقولوها مرة مثلا ومرتين، وهذا الرجل هذا لا يفتر، ما بقاش يسكت كاع بالمرة، ما تقراش صلاة 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 صلاة. فغضب ابن عباس وقال أتعلمني السنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني حكى لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وقد جمع بين المغرب والعشاء. في رواية أنه قال يعني من غير خوف ولا مطر كما تقدم معنا. فسئل عن ذلك لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. ففهم العلماء من ذلك أن الجمع يجوز لرفع الحرج. وطبعا هذه الأمور هذه نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد قال جمع من العلماء بجواز الجمع في الحاضر من أجل العذر، يعني قضية الجمع في الخوف معروف، الجمع في المطر معروف، الجمع في عرفة في مسجد نمرة معروف، الجمع في مزدلفة يعني ليلة يعني العيد ليلة النحر معروف، هذا معروف، بل الجمع في النسك اتفق عليه العلماء كلهم. ولكن فاش كيختلفوا في الجمع في الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته. يقول النووي رحمه الله ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر يعني صاحب الإجماع وغيرهم. قال الشافعي رحمه الله بجواز الجمع، قضية الجمع في الحضر الأمثلة ديالها مثلا، مثلا رجل طبيب، طبيب كي جراح عنده مثلا واحد العملية، وهذه العملية برمجت مثلا في واحد الوقت قريب من الصلاة، ودخل إلى العملية، والعملية قد تستغرق ساعتين أو ثلاثة أو أكثر، لأن حسب العملية كاين العمليات مثلا اللي كتستمر حتى خمسة ساعات وستة. فقال العلماء يجوز له أن يشتغل بذلك وأن يجمع الصلاتين، إما يصلي الظهر والعصر قبل ما يبدأ العملية، ولا يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر،
وكذلك في الليل إما يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم ولا يؤخر حتى يجمعهم متأخرين. بل من العلماء من ذكر حتى الأمور التي تتعلق بذهاب بعض المال وإن كان يسيرا، كيذكروا حتى قضية الخباز، الخباز اللي في الفران كيجيبوا ليه الناس الخبز وكذا ورمى هذاك الخبز لبيت النار، هو يسمع الله أكبر أش يدير؟ لو ذهب لاحترقت تلك يعني النعم ولا حصل له يعني حرج شديد. اللي جا فينا سيدي راه تحرق النعم استخرج داك الخبز، سيروا يشريوا الباريزيان تحرق الخبز، علاش؟ ومشيت نصلي الله يقبل. وهذا الشيء هذا راه مسؤوليه ديالك. إذن أجاز العلماء الجمعة في مثل هذه الحالات إذا كان الإنسان عنده حرج. قد يحتاج ذلك بعض الأساتذة أو بعض الطلبة، طلبة الآن اللي كانوا عندهم امتحانات مثلا، عندهم امتحان واش يمكن يخرج من قاعة الاختبار؟ ما يمكنش. لذلك هذه من الرخص إذا اشتد على الإنسان يعني الحرج فإنه يأخذ بها. وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما جعل الله علينا في الدين من حرج. واحد إنسان كيكون غادي مثلا المستشفى عنده ولده ولا مراته ولا هو نفسه مريض وغادي يمشي ربما عنده مسائل إدارية، يمشي خصو سير سيدي طبع هاد الوراق، سير سيدي دوز هاد الراديو، سير شري هاد الدواء، سير كذا، وعارف راسه بأنه سيصعب عليه أن يصلي الصلاة في وقت، يجوز له أن يجمع جمعة تقديم أو أن يجمع جمعة أخير. والمسافر أيضا أمره معروف وهذا لا يعني إشكال فيه. قال الشافعي رحمه الله بجواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر في الجماعة لحديث ابن عباس رضي الله عنه. لكن الغريب أن بعض يعني المذاهب يجوزون الجمع بين المغرب والعشاء ولا يجوزونه بين الظهر والعصر. شنو هي هذه المذاهب؟ يعني مذهب مالك وأحمد يجيزون الجمع بين صلاة المغرب والعشاء ولا يجيزون الجمع بين الظهر والعصر، ويستدلون بحديث ابن عباس. وحديث ابن عباس ذكر فيه الأمران كلاهما، حديث ديال ابن عباس مذكر فيه الظهر والعصر ومذكر فيه المغرب والعشاء. أما أبو حنيفة فيمنع من ذلك مطلقا. أبو حنيفة يقول لا جمع إلا في مزدلفة وعرفة، وهذا جمع نسك يعني نفعله تباعا لنسك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنفعله من أجل النسك. أما قضية الصلاة لا بد أن تصلى كل صلاة في وقتها. طيب ما هي صفة الجمع؟ من العلماء من قال، وهذا يعني يقوله الأحناف خصوصا ويوافقهم بعض يعني الفقهاء من المذاهب الأخرى، يقولون بأن الجمع ليس جمعا حقيقيا، له صورة الجمع وحقيقته أن كل صلاة وقعت في وقتها. يعني كيفاش كيديرون هذا الجمع؟ كيقول لك كيوخر الظهر إلى آخر وقتها قبل دخول وقت العصر فيصلي الظهر، فإذا فرغ منها دخل وقت العصر فيصلي العصر، وكذلك يفعل في المغرب. يعني من اللي كيبقى الأذان ديال العشاء واحد قسمين ولا ربع ساعة قدر ما يؤدي صلاة المغرب كيصليها، إذن صلاها في آخر وقتها ولم يخرجها عن وقتها، غير كيسلم منها كيأدي المؤذن ديال العشاء كيصلي العشاء في وقتها. كيقول كدير الصورة ديالها اللي شاف كيقول هاد الناس راه جمعوا، هما في الحقيقة ما جمعوش، إذن هذا جمع صوري. وهذا هو عين المشقة التي جاءت الشريعة برفعها عن الأمة. هذا هو يعني تصور دابا جاوا الناس للجامع وقال لهم الإمام دابا راه الشتا كاينة كثيرة، عرفتي اش غادي يديروا؟ بقاو جالسين راه غادي نجمعوا إن شاء الله. إوا جماعة الفقيه بغينا نمشيو فحالنا، لا تسنى بلاتي تتقرب العشاء. إوا رد البال معاش كيأذن بقى تقسمين، إوا أنا ما غاديش نطول، المهم غادي يجيب هذاك الشيء هو هذاك. هذا عين الحرج. لو أن الناس أخذوا بالعزيمة لكان أيسر وأسهل. فالمقصود من الرخص هو التخفيف والتيسير، لأن العلماء الرخصة عند الأصوليين هي الحكم الثابت، هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. إذا كان هناك عذر ف يعني يعمد الناس إلى الرخص. وثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فقضية الإنسان فاش كيأخذ بالرخصة هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يحبه الله سبحانه. شوف بعض الناس دابا مع الأسف
كتوجدهم ما كيتيمموش، كيمرض مسكين خير وسلام وكيقطع الصلاة رحمك الله، كيمرض وكيقطع الصلاة، علاش ما كتصليش يا سي فلان؟ ايوا راه انا راه في كيقول لك راه لا حياة في الدين، راه صابتني جنابة وما قادرش نغتسل. ايوا تيمم، يقول لك لا التيمم انا ما كيقنعنيش. ايوا شنو اللي مزيان؟ هو ترك الصلاة. الصلاة لا تترك بحال، الصلاة ما عمرها كترك، الصلاة كتتركها الحائض ويتركها النفساء ويتركها المجنون ويتركها الذي أغمي عليه، هذول اللي كيتركوا الصلاة. أما ما دام المكلف عاقلا فإنه لا يترك الصلاة أبدا، لا يجوز ترك الصلاة بحال. إذا شنو هو كيقول لك ما يتممش؟ إذا ما بغاش ياخذ بالرخصة ووقع في كبيرة من الكبائر اللي هي ترك الصلاة اللي اختلفوا العلماء في صاحبها، هل هو مسلم فاسق أم هو كافر خارج من الملة؟ وشتو العبرة كيفاش؟ شوف الفهم دابا، شوف باش تعرفوا فضل العلم، بأن الإنسان اللي يشرفه الله سبحانه وتعالى بالعلم بحضور مجالس الذكر ويستفيد وكذا، وبين الإنسان اللي غافل. ممكن واحد الإنسان تلقاه يعني مثلا مثقف ديك الثقافة الضحلة اللي عند الناس الآن، ومشتغل بوظيفة ولا بتجارة ولا كذا، وكيقول لك لا أنا في الحق من اللي كيمرض كيوقع هادشي كيترك الصلاة بالمرة. إذا هذا أمر معيب، فلا بد أن نأخذ بالرخص يعني بالشرائط التي ذكرها العلماء، لا بأس بذلك ولا حرج، بل هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الرخص يعني مقصود بها هو دفع الحرج ودفع المشقة. هناك أمر أيضا يناقشه بعض الناس، وهي قضية النية في الجمع. كيمشيوا للمسجد فيصلون المغرب فيقول الإمام للمؤذن أقم الصلاة، نريد أن نصلي العشاء. ايوا كيبدأ الفوضى في المسجد، سيدي ما نويناش ما قلتيناش. هل تشترط النية في هذا؟ لا تشترط النية في هذا. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية القصر ولا نية الجمع، ما كيأمرهم باش ينويو في القصر ولا في الجمع. حتى في قضية القصر بعض الناس كيسافر، ملي كيسافر وكتوصل مثلا صلاة الظهر كيبغي يصلي كيقول نصلي 4 ركعات. انت مسافر، كيقول لك مسافر ولكن ما نويتش القصر، خصني ملي نكون كنلبس الصباطي خصني نقول راه من غادي يدركني الظهر خصني نصلي 2 ركعات. ما علاقة هذا بهذا؟ هذه الأحكام تتعلق بهذا الواقع، واقعك أنك مسافر فينبغي عليك أن تقصر، والقصر عزيمة كما يقول العلماء، بخلاف الجمع. الجمع في السفر رخصة، إن شئت فاجمع وإن شئت فصل الصلاة لوقتها، لكن القصر عزيمة. حتى إن بعض العلماء قال: الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. شي واحد إلا كيصلي هو مسافر وكيصلي الظهر والعصر 4 ركعات، راه بحال لك يصلي 2 ركعات حدا دارهم، صلاته باطلة. وكان يعني ابن عمر رضي الله عنه يقول يعني صلاة السفر 2 ركعات، من خالف السنة كفر. إذا لا تشترط النية. قال: لم يكن يأمر أصحابه بنية القصر ولا بنية الجمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، لأن هذا الأمر كل كان هو واجب، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يخبر اللي غادي يجي يبغي يصلي بالناس، يقول لهم شوف بنية الجمع إن شاء الله. لماذا؟ هذه النية يعني الإنسان كيبقى وراء المشكل هو التشويش الذي يقع في المساجد، كأن هذه النية أمر محسوس يريد أن يجلبه من بيته، صغير يمشي حتى للدار ويجيب هذيك النية معه. النية أمر يعقده في قلبه، أنت صليت المغرب أو قاموا الناس صلاة العشاء صلي العشاء، ما الحرج في ذلك؟ إذن قال: لم يكن يأمر الصحابة بذلك، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام، ما عارفينش إيش غيدير الإمام. وأيضا هناك مسألة: هل هناك فرق بين من كان قريبا من المسجد ومن كان بعيدا منه؟ هذه مسألة يعني ذكرها يعني ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، وهذا من علماء المالكية، ذكر هنا فتوى سئل عنها الإمام مالك رحمه الله، قال له الناس فاش كيجيو للمسجد
كيكون شي واحد قريب، واحد الباب ديالو مقابله مع الباب ديال المسجد، يخرج من بيته فيدخل، خرج من بيته دخل هذا، حتى الشتا قليله ما غتقيس ما والو، جريه وحده. واذا خرج من المسجد كذلك هو في بيته من ساعته، واش اجتهد حتى هو خصو يجمع؟ قال نعم، اذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد. ولم يثبت انه كان يفرق. واش النبي صلى الله عليه وسلم كان فاش كيجمع كيقول لهم بلاتي اجي شوف، اجي انت فشحال بعيد، انت كذا، انت قريب، انت لا سير فحالك ترجع في العشاء، انت قريب ما يمكنش، لا لا يفرق. اذا جمع بينهم كلهم. حتى في قضيه النسك لما كان يعني في يعني عرفه لم يفرق، ما يقولهمش انتم حاضر البيت الحرام، الافاقين هم اللي يجمعوا، فيجمعوا يعني كل الناس. طيب شكون اللي هو عنده الحق باش يقرر قضيه الجمع؟ واش الجمع دابا الناس ولاو بحال خصهم يديروا الاستفتاء ملي كيكون هذا الامر، كيبقاو كلشي كيشوف ويعنق هكا ويشوف السماء، سيدي كيبان لي الشتا كثيره، اجمع سيدي اجمع، يقول لي لا لا قليله هذه راه ما كاين، ونبقاو نلعبوا، وكيبقاو الناس يديروا مداولات بحال حنا جالسين في البرلمان حتى نشوفوا باش غادي تخرج وشنو التقرير وشكون اللي غادي يغلب. الامام احق بالجمع او عدمه، هذا امر منوط بالامام، والاصل في الامام ان يكون متفقها في الدين، هذا هو الاصل في الامام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، الامام ضامن يعني فان احسن فله ولهم، وان اساء فله فعليه ولهم، يعني هو اللي كيتحمل الاساءه ولا يتحملون اساءته. فرضنا هذا الامام جمع وما كانش الموجب ديال الجمع، واش حنا غنتحملوا المسؤوليه؟ هي متعلقه برقبه الامام. وحنا كاين واحد الحل، يعني الماموم مخير بين ثلاثه امور، اما انه يجمع مع امامه وهذا الاقرب الى السنه، كان ابن عمر رضي الله عنه اذا جمع الامراء جمع معهم، كان ابن عمر اذا جمع الامراء جمع معهم، اذا الاصل ان الامام فين كيجمع؟ كيجمع الناس ويتبعه. طيب لو ان انسانا لم يقتنع بهذا الجمع، ما اطمأنتش النفس ديالو، كيقول لك اودي هذا الجمع انا كيبان لي الشتاء، واش ترى صحات الحمد لله ما بقاش الشتاء، هذا الجمع ما بان ليش فيه، اش خصو يدير؟ اما ان يصلي مع الامام وينوي التطوع والنفل ثم ينصرف الى بيته ويصلي العشاء، هذا الحل الاول، واما ان ينصرف ويخرج بهدوء ودون تشويش، لان المساجد لها حرمه ولها هيبه، فلا يجوز رفع الصوت فيها، ما يمكنش المساجد بحال غيرها بحال الاسواق، هذا غير يعني صحيح، المساجد عندها حرمه ماشي بحال الاسواق، الاسواق هي التي ترفع فيها الاصوات ويكثر فيها الصخب واللغط والكذب والحلف الاثم، اما المساجد فهي يعني بيوت الله ينبغي ان يكون فيها السكون. وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد ان عمر بن الخطاب راى رجلين يرفعان اصواتهما في المسجد، فحصبه يعني نبهه قال له جيب لي هذوك الجوج جيبهم لي، فجابهم، قال لي من اين انتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون كنتم من هنا وعارفين الاحكام راه غادي نطيب لكم جنابكم، ولكن انتما من الطائف الله يسامح هذه المره، لكن لا تعود لمثل هذا. فالمقصود ان الانسان لا يجوز ان احنا دابا مصيبه هاد الناس يعني كيف يتربوا على والله هذا لا يستطيع ان يفعله في امور اخرى، اذا كان مثلا في شي اداره ولا شي حاجه ربما يجبن ويخاف، خصوصا اذا كان شي حاجه فيها مثلا يعني الشرطه وفيها وقف، هذا غادي الا ما عجبته شي حاجه يحضر راسه ويخرج بحاله ما يقدرش يرفع. ولكن المساجد والامام بالخصوص هو ذاك الحيط القصير، دائما كلشي اللي بغى يجيب شي حاجه يبغى يمسح شي واحد يمسح فهذاك الامام مسكين كذا كذا ويسبوا ويشتموا، طولتي علينا قصرتي علينا ما كتصلي دغيا ما كتسناناش ولا هذا كله هنا، يعني هذاك راه الامام راه هو يعني المشرف على هذيك الصلاه، هو احق بذلك، فلا ينبغي ان يفتت عليه. هناك امور اخرى تتعلق بالمسبوق، وهذا يكثر ايضا في قضيه المغرب خصوصا، كيمشي الانسان صلاه المغرب وكيوجدهم كيصليو ما كيعرفش، كيقول مثلا كيسمعوا كيجهروا كيقول ربما صلاه المغرب، وكيدخل ملي كيدخل كيتضح ليه من بعد بانهم كيصليو صلاه العشاء، كاين الناس اللي كيفهموا كيقول صافي انا دخلت بنيات المغرب فقد صحت صلاتي ثم بعد ذلك اصلي العشاء لوحدي،
لا حرج. ولكن اش كيدير هو؟ تيقول لك لا راه انا النيه مختلفه، هما تيصليو العشاء وانا تصلي المغرب وما عرفوش الصلاه صحيحه ولا ما صحيحاش. اولا يجوز اختلاف نيه الامام والمؤمن، لا باس بذلك ولا حرج. انت كتصلي واحد الصلاه وهو كيصلي واحد الصلاه، يصح الائتمام سواء كان يصلي صلاه بعينها وكنت تصلي صلاه اخرى، او كان يصلي نفلا وانت تصلي فرضا، كل ذلك جائز. مثلا في التراويح كيصلي الامام تراويح وانت باقي ما صليتش العشاء، كتجي كتقتدي به تصلي معه، لا حرج في ذلك. اذا الانسان من كيجي مسبوق كيصلي ويقتدي بالامام، لا حرج في ذلك ولا ضير. هناك مساله السنن، كاين الناس اللي محافظين على الرواتب يعني ركعتين بعد المغرب، فاذا جمع الامام يتحرجون. والصحيح انه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الصلاتين اذا جمعهما، من كيجمع الصلاتين مباشره كيسلم من هذه كي يقيم الصلاه دي. حتى قضيه الاذكار من العلماء من قال بان الصلاتين اذا جمعتا صارتا كهيئه الصلاه الواحده، حتى هذيك الاذكار الباقيه الصالحات ما كيذكرهمش بعد المغرب، حتى كيصلي العشاء عاد كيدير هذيك الاذكار، ثم بعد ذلك يقضي ما شاء من الرواتب، يصلي ذاك الساعات الرواتب الراتبه ديال المغرب ويصلي الراتبه ديال العشاء، وان شاء اوتر اوتر. حتى قضيه الوتر بعض الناس كيتحرجوا، وهذه كثيره عند الناس، كيقول لك اودي دابا كيصلي العشاء وكيقول لك خصني نتسنى حتى لهذاك الوقت ديال صلاه العشاء عاد نصلي الوتر، لان باقي ما دخلش الوقت ديالو. نقول بانه اذا جاز تقديم صلاه الفرض عن وقتها فمن باب اولى ان يقدم النفل، لان الوتر نافله باجماع العلماء، الا قولا شاذا عند الاحناف الذين يقولون بوجوب الوتر، والا فالوتر يعني نافله. فإذا كنا احنا الفريضه صليناها قبل الوقت لوجود العذر، فمن باب اولى ان نصلي الوتر، لا حرج ان تصلي الوتر مباشره، وخصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الوتر ما بين صلاه العشاء الى صلاه الصبح، اذا ملي صلى العشاء بدا وقت الوتر فيصلي الوتر ولا حرج عليه في ذلك. ايضا هناك مساله الاذان، بعض الناس في المساجد الان اذا اذنوا يكررون الاذان، كيأذن المؤذن المغرب وملي كيصليو صلاه المغرب كيقول عاودوا يؤذنوا، هذا لا دليل عليه في السنه، وانما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جمع الصلاتين اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاه، اذان واحد وجوج ديال الاقامات، لان الاذان الاصل فيه هو دعوه الناس الى المسجد، والناس اولئك في المسجد، الناس راه حاضرين الان في المسجد، الناس راه حاضرين، فكيف يعني واخا واحد الاذان كيكون مثلا مع يعني مثلا وقت المغرب واذان بعد منه بواحد ثلث ساعه، اش من اذان هذا؟ فالاذان يعني كيكون في اوقات الصلوات الاصليه المعهوده، فاذا اذن لصلاه المغرب وحضر الناس صلوا المغرب ثم اقام المؤذن لصلاه العشاء. هناك احكام اخرى تكميليه نذكرها، قضيه تغطيه الفم، كيكون البرد بعض الناس كيديروا هذاك يعني شي ثوب مثلا كيغطوا به العنق، ومنهم من يجعله على فمه او على انفه، هذا منهي عنه في الصلاه، اذا اراد ان يصلي فعليه ان يكشف وجهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه وان يغطي الرجل فاه، اذا لا يغطي فمه بل عليه ان يكشف فمه. وهناك أيضا مسألة لبس القفازين، بعض الناس يلبس القفازات، فحكم هذا الجواز لأنه لا دليل على المنع. بعض الناس كيتحرجوا تيقول لك علاش لبس القفازات خص يعني لا سجد لا يحول بينه وبين السجود شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم. طيب نحن نلبس الخفاف ونلبس يعني السراويل، هاي الركب الآن مغطية والأقدام مغطية، يحول بينها وبين الأرض حائل، فما الفرق بينها وبين هذه الأكف؟ لا فرق. إذا لو لبس الإنسان القفازين لشدة البرد لا حرج في ذلك ولا ضير. أيضا مسألة أخرى وهي قضية النار، يعني خصوصا يعني عند البرد الشديد يحتاج الناس إلى إيقاد النار، كيشعلوا واحد المجمر ولا مدفأة، يعني كانت بعض البيوت فيها مدافئ يعني يجعل فيها الحطب،
هاد النار تتعلق بها أيضا أحكام. الحكم الأول أنه يجب أن تطفأ بالليل، لا يجوز أن تبقى متوهجة بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد جاء في البخاري أن بيتا احترق بالمدينة على أهله، واحد البيت تحرق وتحرق أماله في المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذه النار عدو ديالكم، إلى الناس نعسوا اطفئوها. وجاء أيضا في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. طبعا كاين الإحراق وكاين الاختناق، حتى قضية المجمر، خصوصا المجمر يعني حينما كيتحرق هذا الأكسجين وهذا بزاف ديال الناس كيتخنقوا به، وإلا ما تخنقوش كيتأذوا، كيجي الصباح كيقول لك راسي منفوخ، ما عرفش هو هذا لكثرة ما استنشق من هاد الغازات السامة. الثاني أكسيد الكربون الآن اللي كيتحرق كيضر، يعني كيولي كي يعني يخالط هاد الأكسجين وكيولي كيستنشقوا الإنسان ويتضرر به، الرئة ديالو كتعمر بهاد يعني الغازات السامة، فهذا يعني لابد من اجتنابه. يقول الحافظ ابن حجر حكمة النهي خشية الاحتراق، ثم قال قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا. واش المقصود غير في النوم؟ أما النهار لا بأس، لا، يعني قضية الغفلة إذا حصلت فينبغي يعني إطفاء النار. قال قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا، ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي. كاين الناس مثلا الآن يعني مثلا خصوصا كيكون الدار مثلا كبيرة كيشعلوا النار في واحد الجهة، ولا دايرين غير شي مجمر مثلا، وكيمشيو يدخلوا له شي بيت وربما مشتغلين بمتابعة شي برنامج في التلفازة ولا كذا، حتى كيلقاو النار شعلت. فالمقصود هو أن لا يغفل الإنسان عن النار، إلا بغى ينعس يطفيها ولا تكون أمامه، فإذا يعني شبت فإنه يستطيع أن يتدارك الأمر. هناك حكم ثاني وهو قضية الصلاة إليها. بعض الناس مثلا كتكون في القبلة دياله هذا النار ويصلي إليها، وهذا أولا فيه يعني إلهاء، لأنه غادي يبقى الإنسان يتتبعها ويشوفها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر الذي يلهي في الصلاة. حتى قضية هذه السجادات اللي كتكون منقوشة، ولا القبلة كيكون فيها شي جليج ولا شي فيونس ولا شي حاجة فيها الزوق، فهي كتشغل المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بثوب لأبي جهم ففتنه عن صلاته وقال اذهبوا بهذا إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانيته إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فالمقصود بأنك أولا كيتلها، وثانيا أن في هذا الفعل في صورته تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار، المجوس كانوا كيعبدوا النار. وقضية المسلم طبعا لا يقصد يعني السجود للنار، ولكن حتى في الصورة نهي عنها. وقد ذكرنا في بعض المجالس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس، وعلل ذلك بأنها تطلع بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها حينئذ. يعني غير هذه قضية المشابهة لا ينبغي ولو في الظاهر. إذا الإنسان إذا كانت هذه النار محتاجها وشعلها، فإذا أراد أن يصلي فلينحيها جانبا، ما تكونش في القبلة دياله. هناك قضية الصلاة على الراحلة أو ما شابهها من الوسائل الحديثة الآن، يصلي الإنسان في السيارة ولا يصلي في القطار ولا يصلي في الطائرة، هذا كله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، كان يوتر على البعير. وأيضا في حديث عمران أنه يعني سأله عن الصلاة في السفينة فقال لو صلي قائما فإن لم تستطع أو صلي قائما إلا أن تخشى الغرق، صلي قائما إلا أن تخشى الغرق، يعني الصلاة في السفينة جائزة. إذن استنبط العلماء أنه يجوز الصلاة على كل مركوب، في السيارة في الطيارة في كذا، هذا أمر جائز. يقول الشيخ الإسلام وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي. إذا كان مثلا غادي ينزل وغادي يكون مثلا الأذى الشوك ولا الغيس ولا مثلا السباع ولا الهوام ولا كذا، فيجوز له أن يصلي على المركوب.
يقول ابن قدامة رحمه الله: وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل فله الصلاة على دابته ويومئ بالسجود. يعني حتى إلا خاف غير من قضية الغيس ما غاديش يوقع عليه شي حاجة كثيرة، غير قضية يسجد ويتغيس له وجهه ويتغيس له يديه وحوايجه وركابه كذا، فله أن يصلي على دابته. وهذا قد روي عن أنس أنه صلى على دابته يعني في ماء وطين، يعني كان الماء والطين وما لقاش فين ينزل وصلى على الدب، وفعله جابر بن زيد وأمر به طاووس بن كيسان وعمار بن غزية وغيرهم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق. إذن هذا أنا إنما أذكر هذا يعني حتى تعلموا أن هذا الأمر يعني عليه كثير من الفقهاء وقال به كثير من العلماء. مسألة أخرى هي قضية الصيام، يعني الإنسان في هذا الفصل يكون اليوم باردا وقصيرا، فعلى المسلم أن يستغله في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي الاجتهاد في الصيام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، لأن مثلا في الجهاد الغنيمة كتكون سخونة، لا يغنم تلك الغنائم إلا بعد الكر والفر والكلم ويعني أن تصيبه الجراح وكذا عاد كي يبرد هذاك سميته، ولكن فهذا غنيمة باردة. يعني يشوف دابا الإنسان يمكن كيبقى ما يتغدى حتى المورا العصر ما عنده إشكال، لا يشعر أساسا بالجوع، لا يشعر بالجوع، لكن في الصيف كيكون يعني كيشعر بالعطاش ويشعر بالجوع وكذا. فلين إنسان، وبعض يعني السلف كانوا يقولون بأن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. يعني الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. يعني هذا من المعينات على الطاعة وعلى تنافس في القربات، من الليل طويل يعني كافي باش ينعس يعني ويكفيه النعاس ويشيط واحد ساعة ولا ساعتين قبل الصبح ويناجي فيها ربه ويسأله ما يحتاجه. وهذه في الحقيقة من الأمور التي نغفل عنها جميعا، نسأل الله أن يجبر أكسرنا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا. فالإنسان يعني ما يبخلش على نفسه بمثل هذا القيام، يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في جوف الليل يناجي ربه، حينما ينزل الله إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فيتعرض لهذا الأمر ويسأل الله من فضله ومن خير الدنيا ومن خير الآخرة. هناك بعض المسائل أختم بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مطر يحسر عن ثوبه، يعني كيعري الثوب دياله هكذا، يعني يحسر عن ذراعه ويتعرض للمطر ويقول: هذا حديث عهد بربه. شوف هذه العلاقة ديال النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى، لأن المطر حديث عهد بربه، بقي الله جاي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث استدل به العلماء على إثبات فوقية الله على عباده سبحانه وتعالى، استدل به العلماء على هذا، وأن الرحمن على العرش استوى. يعني بعض الناس دابا الآن من أهل الجهالة ومن أهل يعني الكلام كيقول لك: لا، الله في كل مكان. تقول أين الله؟ يقول لك: الله في كل مكان، ولا يقول لك: الله في قلوب المؤمنين. وهذا غلط. الذي صح هو أن الله في السماء، وقد دلت على ذلك دلائل كثيرة، وقد استقصاها العلامة الذهبي رحمه الله في كتاب العلو. الذهبي رحمه الله عنده كتاب سماه العلو للعلي الغفار، جمع فيه من النصوص القرآنية من مثل قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يعني يخسف بكم الأرض، من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة إليه، يعني كل شيء هذه الآيات هذه كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وذكر أيضا الأحاديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وذكر حديث الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما أتي بها فسألها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فاستدل على إيمانها لأنها علمت هذه المسائل من التوحيد. فالمقصود شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. احنا الآن مع الأسف يعني كنتشأموا، إنسان كتجي الشتا كتلقاه يتأفف وكما قلنا كيبقى يسب ويغوت وكذا. وشوف دابا الكفار أعداء الله،
هاد الشتا اش كيسميوها؟ كيسميوه لو موفي طون، كيسميوه يعني الوقت الخايب، يعني فاش كيكون الجو صح، وهذا يعني كيقول لك الفي بوطو، يعني هذا الوقت زوين وصح وكذا، وهذا كيسميوه. لا احنا بالعكس، الناس يعني في الحقيقه يشتاقون لنزول الغيث، يعني كيكونوا قنطانين وكيكونوا يعني اصابهم الياس، فاذا راوا الغيث استبشروا وفرحوا، لان به يعني حياه القلوب وحياه النبات وحياه الاناسي وحياه يعني، وبل يسالون الله سبحانه وتعالى نزوله. من اللي كيتاخر عليهم يعني المطر كيسالوا الله سبحانه وتعالى، وقضيه الجفاف راها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وسببه ذنوبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لكي منعوا الناس الزكاة يمنعهم الله المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. الله سبحانه وتعالى إنما يسقي نبي بسبب البهائم، لأن البهائم سكينة ما دات لا بيدها ولا برجلها، ما عصت ربها سبحانه وتعالى، خلقها الله فهي تأكل وتشرب وتحمل الأثقال وتحمل يعني الناس من بلد إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وهكذا يعني ما خرجتش على أمر الله سبحانه وتعالى، فيرحمها ربنا سبحانه وتعالى ونسقى بعها بسببها. إذن هاد القضية خصنا نعتبروا بها، ماشي الإنسان يكون فقط يعني يتأفف ويتضرر. وقضية السنة يعني بعض العلماء يقولون بأن قضية السنة راه ماشي هذه، ماشي قضية الجفاف وقلة الأمطار، بل هناك ما هو أشد من ذلك، وأن كان نسأل الله السلامة والعافية. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس السنة ألا تمطروا، والسنة هي القحط والجفاف، كما قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وهي السبع العجاف التي ذكرت في سورة يوسف، سبع عجاف كاينش نقطة واحدة ما كتنزل من السماء. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا. هذه هي السنة، هذا هو الجفاف الحقيقي. ملي الشتا كتكون خيط من السماء، ولكن الأرض ما نبتت والو، لأن كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعتبر يا أولي الألباب بهذا الأمر، وأن نستجدي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتوب من ذنوبنا، وأن نتذلل له سبحانه وتعالى، وأن نسأله أن يرحمنا، وأن نتفكر في تغير يعني الأحوال وفي تعاقب الليل والنهار. هذه كلها دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف يصرف هذا العالم، كيف كيجيب المطار، وكيف كيجيب الحر، وكيف كيجيب كذا. وأيضا جاء في حديث هذا لا أريد أن أغفله، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النار، وهذا أمر غيبي، أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، يا ربي أكل بعضي بعضا. يعني النار يعني من شدة الحر ديالها هي تأدت بالحر ديالها، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ملي الإنسان يشوف الحر في الصيف ما قادرش يطيقه، وكيبقى يحيد الجلابة ويحيد القميص، كيبقى غير بواحد التوب الذي يستر عورته، يعرف بأن هذا راه جهنم، نفس ديال جهنم هذا. وإذا رأى شدة البرد التي لا يستطيع منها أن يخرج من تحت لحافه، فليعلم أن هذا من نفس جهنم. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يعتبر بها الإنسان. وأيضا من الأحوال المهمة، وهذا آخر شيء أذكره ولا أزيد إن شاء الله تعالى، أن هذا يعني الأمطار وأن هذه الأحوال إذا تغيرت ربما كان فيها ضرر. كيمكن مثلا الناس يريبوا عليهم الديور ديالهم مثلا، كاين الناس مثلا تجيهم السيول فتغرقهم وتغرق مواشيهم، فعليهم أن يصبروا لقدر الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وإذا مات لإنسان يعني قريب أو ابن أو حبيب في غرق أو هدم، فعليه أن يستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهداء، قال: منهم يعني الذي يموت بالهدم والذي يموت بالغرق. اللي مات في الغرق راه شهيد، واللي مات تحت الردم راه شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من هذه الآفات، وأن يعني ينفعنا بهذا الغيث، وأن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه سبحانه وتعالى، ونسأله المزيد من فضله، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.